يشهد البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة نفوق عدد من الأحياء البحرية بسبب ارتفاع نسب التلوث بمختلف أنواعه، ما يهدد عددا من الأحياء بالانقراض. روبورتاج النشر يرصد لنا الظاهرة من مدينة الفنيدق، من إعداد سهام فضل الله وحسن الخضراوي ورشيد توش. بحر الأبيض المتوسط من أكثر البحار غنى بثرواته البحرية، لكن أحياءه اليوم يتهددها خطر النفوق بعد تزايد نسب التلوث من مخلفات صناعية وبلاستيكية. مخلفات تهدد الأحياء في أعماق البحر والنموذج من الفنيدق. في هذا الشاطئ تم تسجيل نفوق عدد كبير من الأحياء بمختلف أنواعها، دلافين وسلاحف مهددة بالانقراض. عملية النفوق المستمرة أثارت انتباه عدد من المهتمين بالمجال البيئي في المدينة، منها جمعية أبطال الفنيدق للصيد الرياضي تحت الماء والمحافظة على البيئة. الجمعية ترجع أسباب ظاهرة النفوق إلى عوامل التلوث. ولاحظنا بداية 2016 لحد الآن نفوق ما يفوق عن 19 سلحفة بحرية و23 ديال الدلافين البحريه. اسباب ديال النفوق السلاحف والدلافين هو اللي جبرنا حنا، هو القتل العمد من طرف بعض البحاره، وكذلك الشباك العالقه والتلوث. التلوث ديال البلاستيك، مثلا كثره تواجد اكياس بلاستيكيه في البحر. السلاحف البحريه كتغذى على القناه ديال البحر، وهاد القناه البحر كتشابه الاكياس البلاستيكيه. اكياس بلاستيكيه منتشره في كل مكان بعدما نفذتها مياه البحر لكونها غير قابله للتحلل، فضلا عن شباك صيد متقادمه عالقه في جوف المياه وغيرها من المخلفات التي تؤثر سلبا على الاحياء، خاصه السلاحف والدلافين التي وجد الكثير منها نافقا على مياه الشاطئ. أمر يتطلب دق ناقوس الخطر والقيام بعمليات دورية لتنقية أعماق البحر من بعض الشوائب العالقة، إلا أن علاج الظاهرة يتطلب أساسا خوض حملات توعوية. أهم شيء هو الجانب التحسيسي، لذلك صدرنا برنامجا تحسيسيا ابتدئ من الفئات العمرية الصغيرة وصولا إلى الفئات المتدخلة مباشرة في مجال الصيد البحري، خصوص البحارة وكذلك الصيادين. تحسيس الناشئة بالخصوص، لأن حماية البيئة البحرية مرتبطة بسلوكاتنا، لأننا احنا سجلنا الأسباب الحقيقية والأساسية لنفوق هذه الكائنات مرتبط بالفعل البشري. فعل بشري لا يرأف غالبا بالأحياء البحرية، صيد غير مشروع ولا يحترم الراحة البيولوجية في الغالب، مخلفات صناعية وبلاستيكية، ومعدات صيد متقادمة وغيرها من الممارسات التي تدفع ضريبتها أحياء البحر وتسبب خللا خطيرا في النظام الإيكولوجي الذي يدفع الإنسان ضريبته في النهاية.